بفخر كبير. نعم بفخر كبير. حبكم سعيد للوجود وكنت جدا فخورا. نحن هي نفس السلسله الجديده ان شاء الله سيكون من الاساس والتوفيق متابعينا في كل مكان. هكذا كانت كلمات القيادة وفرحة التغطية الدفاعية. وعندنا فرصة لشباب الأهلي، هذه خطيرة، هذه خطيرة لشباب الأهلي، الفريق الذي يحاول في اللحظات الأولى والتصويب إلى خارج أرضية الملعب. وليد حسين هو اللاعب اللي حاول دقيقتين، محاولة أهلاوية كانت في اللعبة. لدينا ضربة ركنية لشباب الأهلي مرة أخرى، شباب الأهلي في وضعية الخطورة وهذه كرة خطيرة. جول جول جول، هو لوفانور، هو لوفانور الفرسان، كتيبة حمراء مرعبة، كتيبة حمراء مرعبة. ماذا تقول الأرقام؟ تقول الأرقام. كلما تقابل الفريقين في دبي شباب الأهلي دائما يبدأ التسجيل. هذا يحدث للمرة الرابعة في عصر الاحتراف، شباب الأهلي دائما يبدأ التسجيل عندما يتقابلون في دانة الدنيا. ضربة قوية كانت بالقدم اليمنى من الهداف لوفانور، وبالتالي في ليلة العودة لاستاذ راشد الأمور مية مية، الأمور حلوة، الفرحة بالأهلي عن طريق المرتدات. أوه راح راح راح، الثاني جاي، راح وجاب الأفراح لربما. أوه هو راح نعم، لكن ما جاب الأفراح، ما جاب مزيد من الأفراح. انطلاقة كالمعتاد لليوناردو، ضرب الدفاعات وتقدم للأمام، لكن عندنا مدافع الفجيرة فهد سبيل الذي عاد في لحظة مناسبة، الكرة كانت في الطريق، لكن أين السبيل من فهد سبيل اللي تواجد في المكان السليم؟ هذه مباريات الجولة الثانية، مباريات دورينا، المباريات الممتعة، فرصة خطيرة. الله الله، المرعبون المرعبون في دورينا، شباب الأهلي في دانة الدنيا دبي يسجلون هدف ثاني من كرة أرضية زاحفة وصلت إلى المرمى. محمد جمعة، محمد جمعة، هذا اللي يطلق عليه بيليه، استلام جميل وهبة أرضية زاحفة، وين سارت؟ وين وصلت؟ إلى شباك الفجيرة، والأحمر يضرب في مناسبة ثانية، لكن يا لها من تصويبة ويا له من قرار وتنفيذ دقيق جدا، وصل إلى هدفه واستقر. وبعد ذلك الفجوات الدفاعية في صفوف الذئاب، ضربة ركنية موجودة، شباب الأهلي يمح. الله الله، على كرة رأسية خطيرة من المدافع محمد جابر، محمد جابر، محمد جابر، شقيقة يوسف ترك الكرة، ومحمد بعد ذلك زعلان على ضياع فرصته الخطيرة وهو في مواجهة حارس المرمى. لعبة حلوة، كرة خطيرة من الجهة اليمنى، هذا هو عبد العزيز، هيكل عرضية، واو، إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية، عبد العزيز هيكل في الجهة اليمنى أرسل كرة عرضية. بحث الآن عن ثلاثية، الباحث عن إراحة أعصابه. الله، على كرة حلوة قوية كانت من اليوناردو، عنصر المفاجأة موجود.
التصويبة كانت قوية، نعم كانت قوية. لاحظ الفرصة ولاحظ الكرة. إيفواري يفقد الكرة، اللاعب الإيفواري يتسبب بهفوة كبيرة، وبالتالي ليوناردو الخطير، العرضية موجودة. التميمي جولة تبتسم للفرسان في السنوات الأربع الأخيرة، وبالتالي يبحث عن السنة الخامسة على التوالي اللي يفوز فيها في الجولة الثانية. عندنا عرضية خطيرة بالرأس، التميمي حصلها، لكن آخر خسارة كانت على يد من؟ عاشق الفرسان، هل تتذكر متى كانت آخر خسارة للقمصان الحمدور؟ وعندنا فرصة موجودة للنقبي، الله على لمسة جميلة، الله يا الله على هدف، لو سجل كان يكون حكاية يا ليوناردو. اللمسة جميلة والكرة هبة على الطاير، كان متسلل ممكن يبدو لي، لكن لا. أرجنتيني بقدمه اليسرى ولا زال يحاول، تمريرة حلوة وعرضية جميلة، والأهلاوي حلو، شباب الأهلي حلو حلو حلو، كله على بعضه حلو، يضرب بالثلاثة شباب الأهلي ويعيد الأفراح مرة أخرى إلى المدرجات الحمراء. إنه البديل أحمد خليل، هو اللي صاحب اللمسة الحاسمة، لكن هذه لمسة جميلة من كارتابيا، وهذه لمسة حلوة من لوفانور، وهذه بعد ذلك الكرة اللي بالفعل أحمد خليل اشترك فيها، ويبدو كذلك أنها اصطدمت بمدافع الفجيرة ياسر سالم وغيرت الاتجاه، وأصبح شباب الكرة وصلت. الله أحمد خليل، لمسة معلم، وانت معلم يا ولد خليل، لمسة حلوة كانت. ترجع الكرة أحمد خليل، الله على نقلات ولمسات، الفرسان إبداع كمان وكمان، الفرسان بالأربعة بذكريات 2015 لما فازوا في هذا الملعب بالأربعة. شباب الأهلي عن طريق السويسري مرياني يضع بصمته بالقدم اليمنى، هبة في زاوية مستحيلة، وأحمد خليل يصنع، والسويسري يسجل، السويسري يسجل، وأفراح شباب الأهلي، أفراح الفرسان كمان وكمان برباعية جميلة. الرابع صعبة جدا، المهمة تكون هيكل، حصلها بصورة جميلة، أرسلها حلوة، عرضية لشباب الأهلي منتظرة، كرة خطيرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، اللاعب الذي سجل في مرمى عن طريق الخطأ هو من أبعدها، ياسر ساخر، 3 دقائق على مستوى الوقت الأصلي. البديل أحمد عبد الله يتقدم مرة أخرى، وأحمد عبد الله، حلوة، نعم كانت حلوة، تصويبة جميلة، هي كذلك بالقدم اليمنى. اليوم هكذا لسان الحال، وبالتالي كرة ملعوبة خطيرة، جول خامس، يبصم بالخمسة شباب الأهلي، يبصم بالخمسة وبالعلامة الكاملة من النقاط، المدافع محمد جابر براسه ويقبل راس زميله أحمد خليل، خماسية للمرعبون في دورينا، خماسية للمرعبون، المدافعين يسجلون والمهاجمين يسجلون والكل يسجل، لذلك هم مرعبون في دورينا. التميمي حاول يبعدها لكنها راحت، مشت، استقرت، وبالتالي يبصم بالخمسة انه هو في طريقه للفوز والعلامة. وسنوات الفريق الذي عنده إرث تاريخي كبير، الفريق الذي عنده من النجوم ومن التاريخ ومن الألقاب، راح 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 راح, راح.
لكن ليس بهذه الصورة تكون النهايات يا أحمد عبد الله. انت عملت الصعب، هني الصعب، هني الصعب لما مراقب من اثنين وعديت بهالطريقة، هني الصعب، لكن لما جيت على اللمسة الحاسمة أرسل